السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية طلاب الأعزاء. نحكي الآن عن الانفرتيليتي. الانفرتيليتي معناها اللي هو العقم. هسا في عندنا مصطلح اسمه سب فيرتيليتي. سب فيرتيليتي اللي هو عبارة عن يعني هبوط نسبة الخصوبة بسموها سب فيرتيليتي. انفرتيليتي معناها ايش؟ العقم، او بسموها ستيريليتي. هاي الستيريليتي شو تعريفها العلمي؟ هي تعريفها العلمي فيلر اوف كابل، اللي هو فشل الزوجين تو كونسيف، انهم ايش؟ انهم ينجبوا after 12 months of unprotected sexual intercourse. هاي التعريف العلمي الورد وايد الاكسبتد من ال WHO، من منظمة الصحة العالمية للانفيرتيليتي. هو عبارة عن failure of couple to conceive after 12 months of unprotected regular sexual intercourse. إذا كان في عنا unprotected without contraception، بدون أي استخدام أي contraception regular sexual intercourse after 12 months، بعد 12 month من هذا regular unprotected sexual intercourse، إذا ما صار عندي إنجاب هذا بنسميه إحنا infertility. بس ننتبه طلابنا infertility، في عندنا بعض المصطلحات، بس أكبر هاي الصورة عشان تصير شوية أوضح، أكبرها عشان تصير أوضح. طلعوا infertility هو عبارة عن inability to conceive or carry to term of pregnancy after one year of regular unprotected sexual intercourse. شو يعني regular؟ في عليها شوية يعني debate موضوع regular. بيحكوا at least هو two times per week. Two times per week هذا معنى إيش؟ regular sexual intercourse. هسا primary infertility. Primary infertility and secondary infertility. في عندي أنا عقم أولي، في عندي عقم ثانوي. العقم الأولي الـ primary infertility هو infertility in the context of no prior pregnancy. يعني أصلاً الزوجين هذول ما عمهم أنجبوا، ما عندهم أولاد بالمرة. هذا بسموه primary infertility. يعني من أول ما تزوجوا ما جابوا أولاد. هذا بسموه primary infertility. Infertility in the context of the no prior إيش؟ pregnancy. معظم حالات الانفيرتيليتي هي حالات برايمري، حالات السكندري حالات قليله. السكندري انفيرتيليتي هو انفيرتيليتي ان ذا كونتكست اوف براير ايش؟ كونسبشن. يعني هذول الزوجين جابوا يعني حمل هاي الزوجين انجبوا طفل او طفلين، بعدين صار عندهم انفيرتيليتي. هسه بالشرط انه يكونوا انجبوا انه البيبي اجى، القصد انها حملت مره او مرتين بعدين بطلت قادره انها تحمل. هاي مهمه جدا. جنرالي 75% of the couple achieve pregnancy within 6 months. جنرالي سبيكينج 75% من الاني كابل will achieve pregnancy within 6 months، خلال ايش؟ 6 اشهر. 85% will achieve pregnancy within 1 year، خلال السنة. وفي عندي 90% within 2 year. إذا في عندي أنا normal infertility rate عند any couples. يعني any couples عندهم normal infertility يعني rate، يعني عندهم نسبة لحدوث infertility. هاي نسبة طبيعية وعالمية معروفة ويعني موجودة في معظم الكتب. قديش هي نسبة infertility العادية؟ within first 6 months من الزواج، أول 6 أشهر من الزواج النسبة هاي بتكون 25%. within first year من الزواج خلال السنة الأولى بتكون هاي النسبة قديش؟ النسبة 15%. طب within ال 2 years خلال السنتين بعد الزواج بتكون هاي النسبة 10%. هاي نسبة الانفيرتيليتي. طب أنا إذا بدي أنا هون أنا كيف طلعتوا هذول النسب؟ من المعلومة هاي جنرالي 85% من الكابل achieve pregnancy within 6 months. إذا في عندي 25% بيكون عندهم انفيرتيليتي وهذا شيء طبيعي. وفي عندي انا within 1 year 50% will achieve pregnancy. اذا في عندي 15% بيصير بكون عندهم infertility وشيء طبيعي هذا. وفي عندي 90% will achieve pregnancy within 2 years. اذا في عندي 10% بيكونوا عندهم normal infertility. فهي ننتبه لها. بدي انا بس اورجيكم، انا كاتب هاي المعلومه عشان نورجيكم اياها. هيها infertility of the all couple 15% in the first year. 15% in the first year. 10% متى؟ in within يعني within first 2 year. within first 2 year بتكون 10%. وفي عندي 25% متى؟ اول 6 اشهر. 25% بيكونوا شمالهم اول ايش؟ 6 months. هاي ننتبه لها طلابنا، انه اول 6 اشهر في عندنا 25% بيكون عندهم infertility of all couples. وفي عندي 15% اول سنه، في عندي 10% اول سنتين. طب قديش نسبه الفيرتيليتي او نسبه to achieve pregnancy within 6 months؟ النسبه 75%. within 1 year نسبة 85%. within 2 years النسبة 90%، which is very high يعني النسبة اللي هي to achieve pregnancy. هسا شو هم العوامل أو الأسباب التي تؤدي إلى infertility؟ العوامل أو الأسباب تؤدي infertility، طلعوا في عندي female factor infertility، هذا مثلا 50% من الحالات. في عندنا male factor infertility مثلا 35% من الحالات. في عندي زي ما انتم لاحظين هنا، هي النسبة هنا 50% من الحالات هم female factor. هم إيش؟ female factor هي علامة الفيميل، علامة الايش؟ هاي علامة الفيميل زي هيك بتيجي.
علامة الفيميلز هيك بتيجي. في عندي ال في عندي 35%، 35% زي هيك بتكون شمالها ميل فاكتور، هذا اللي هو الايش الميل فاكتور، هذا الميل فاكتور 35%. في عندي 10 ل 15، بعدين في عندنا هون هذول بقسمهم الى قسمين، 10 ل 15 الى 10 ل 15. 10 ل 15 بيكونوا بوث ميل اند فيميل، ميل اند ايش اند فيميل، ميل اند فيميل، هذولا ميل اند فيميل. وفي عندي نسبه اللي هو ايديوباثيك نو ايدنتيفايبل كوز، هذول بسموهم ايديوباثيك او مش معروفين السبب، هذولا اللي هم مثل 10 ل 15%. اذا مره اخرى 50% هم بيكونوا فيميل فاكتور، في عندي 35% بيكونوا ميل فاكتور، في عندي 10 ل 15% ايديوباثيك مش معروفين السبب، و10 ل 15% بيكونوا البوث ميل اند فيميل. هذول مجموعه البوث ميل اند فيميل هذولا اذا الميل هذا تزوج وحده ثانيه او اذا الفيميل هاي تزوجت واحد ثاني كليهما بينجبوا، كليهما ايش بينجبوا، هذا نسميهم احنا بوث ميل اند فيميل. طيب هسه الفيميل فاكتور 50%، شو اسباب الفيميل فاكتور في عنا حسب فهمنا للاناتومي، حسب فهمنا للاناتومي وحسب فهمنا للفسيولوجي، للفسيولوجي اوف ايش اوف بريجننسي، عشان يحدث الكونسبشن، عشان يحدث ايش عشان يحدث الاخصاب او التخصيب اللي هو التقاء البويضه من الحيوان المنوي، لابد انه يكون عندنا يحدث عندي ستبس، خطوات. شو الخطوات هذول عشان يتموا؟ لابد انه يكون عندي انا ديفرنت ستيب او ديفرنت اناتوميكال يونت يكونوا سليمين. شو هم؟ لازم يكون عندي اوفيوليشن، لازم يكون عندنا اوفيوليشن، اوفيوليشن او اوفيوليشن الاوفري، لازم يصير فيها عمليه الاباضه. عمليه الاباضه بتعتمد على شغلات كثيره، تعتمد على الهايبوثالاموس انه يكون سليم، تعتمد على البيتوتري انه يكون سليم، تعتمد على الاوفري انه يكون سليم، هذا كله ريليتد للاوفيوليشن. الاوفيوليشن ترى الاوفيوليشن اللي هو هيو اوفيوليشن او اوفيلاتري ديسفانكشن او اوفيلاتري بروبلم هم الفيرست موست كومن فيميل فاكتور انفيرتيليتي. نمبر 1 فيميل فاكتور انفيرتيليتي هو الاوفيوليشن. زمان كانوا معظم الكتب كاتبه تيوبال فاكتور، الدراسات الجديده بينت انه الاوفيوليشن اند اوفيرين بروبلم هم النمبر 1 صاروا، والتيوبال صاروا نمبر 2. ثاني ننتبه لهم، في عندي لازم يكون عندنا اوفيوليشن سليم. الامر الثاني لازم يكون عندنا اللي هي اوت فلو تراكت يكون بيتنت، التراكت يكون ايش بيتنت، لازم يكون عندنا التراكت يكون ايش بيتنت. هذا بنسميه هذا وظيفته اللي هي ننتبه لها هاي النقطه اللي هو